نظمت مؤسسة نبيل الكاتب عضو التحالف الوطني للعمل التنموي فعالية توزيع أكثر من 2000 وجبة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة البحيرة بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك. فعالية فيها أكتر من رؤية لينا النهاردة، فيها يبقى طبعا عشان فرحة العيد، ففيها طبعا توزيع المواد الغذائية وتوزيع ملابس العيد، وفي كمان توزيع وجبات جاهزة، وفيها كمان ندوات عن الوعي الصحي. يعني زي ما سيادة الرئيس أوصى أن لازم أن الوعي، نشر الوعي بكل الأفق بتاعته، سواء كان وعي صحي أو وعي اجتماعي. فالنهاردة فيها يعني أكتر من عمل مشترك مع بعض، بنحاول أن احنا ندخل البهجة على المواطنين معانا. النهارده انطلاقه التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في محافظه البحيره برعايه طبعا مؤسسه نبيل الكاتب الخيريه بقياده النائبه الدكتوره مين الكاتب. احنا النهارده بنعمل انطلاقه لتهنئه الاسر الاكثر استحقاقا طبعا بمناسبه عيد الاضحى المبارك، واحنا النهارده عاملين كرنفال للاطفال بالتهنئه، وبنوزع طبعا مواد اساسيه عباره عن كراتين، ودي بتبقى بصفه دوريه شهريا. والنهارده طبعا بنوزع طبعا هنتغدى غدا جماعي كده بوجبات جاهزه، وبجانب الوجبات هتبقى في ندوه توعويه عن التغذيه السليمه. النهارده اليوم بيتلخص في ان احنا معانا كراتين مواد غذائيه بتحتوي على مستلزمات البيت الاساسيه بنقدمها لاهالينا المستحقين، ان احنا نقدر ندخل عليهم البهجه والسرور بدخله العيد المبارك. كمان النهارده معانا ملابس بجميع انواعها. نشاطنا الاول هيكون توزيع مواد غذائيه، كرتون مواد غذائيه عليهم، ونشاطنا برضو الثاني هتكون في ندوه توعويه ليهم عن التغذيه السليمه، ونشاطنا الثالث هيكون كرنفال اطفال بسيط كده مع توزيع ملابس لاطفال بمناسبه العيد، والنشاط الاخير هنختم بيه النهارده هيكون توزيع وجبات غذائيه. النهارده بنقوم بتوزيع مواد غذائيه على اهالينا واطفالنا، وهنشاركهم بتوزيع الملابس عشان طبعا العيد الكبير، ونحتفل معاهم النهارده بكرنفال كبير. احنا جينا النهارده نشكر التحالف الوطني ومؤسسه نبيل الكاتب، وبنقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى الكريم، وكل سنه وكل حبايبنا الموجودين طيبين وبخير ان شاء الله. الف شكر لسياده الرئيس، وبنشكر التحالف الوطني اللي الرئيس عمله لنا، وبنشكر مؤسسه نبيل الكاتب الخيريه.